اقتربت الفنانة الشابة ندى موسى من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل بالحجم العائلي مع النجم يحيى الفخراني، وقالت ندى إنها قضت 3 شهور في مرسى علم مع أسرة المسلسل، وكمان اضطرت تنقص وزنها حوالي 13 كيلو عشان تكون مناسبة لدور مدربة زومبا زي ما الأحداث مكتوبة. بالحجم العالم بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، عمر حسن يوسف.